ولو بدنا نغرق أنا ما رح أتركهم إله. شركة مو مشكلة أخي، حتى المعدات هالشغلات بنقدر ندبرهم عادي، بس نحن منين بدنا نجيب عمال؟ جيب لي العاطلين عن الشغل اللي قاعدين بالقهوة. أنت اخترت حياك، وعدنان طالعني من السجن وأمن لي مستقبلي، وصلت الدم انتهت. روح ابني عدنان، والدك ليس صائم كوروغلو، والدك يوسف إدفار. بدك تهدى شوي، وبهالطريقة ما بتضطر لأسلوب الزعرنة تبعك. بالأول اشتري أملاك الناس بالرخص، بعدين بورجيك شلون بيكون أسلوب الزعرنة تبعي. دايقوا منيح وذكروا مين بيكون عدنان. هلأ هلأ، وخلينا نذكر الكل مين بيكون الغراب جبجي، وخاصة الستيلا لازم ما تنسى أبدا. طيب معلم، إذا رح تكون معنا وقتها ما رح نخضع لأي حدا. اجمعوا لي كل الشباب، في عنا مباراة اليوم مع الغراب جبجي. أهلا وسهلا، كيفك سليمان؟ منيح. طلع لك عيب ما بيصير. ليش؟ يلا 10 دقايق وبيخلص الامتحان، وبعدها بجمع الأوراق. طيب اوف، حاسس انه في ريحه حريق. شامين الريحه؟ حاجه مسخره. لك مسخره شو؟ نحن بنحترم الحب معقول؟ بس شباك هلا شوف، القانون واضح، ما فيك تروح تشارك بالمزاد بكره لانك شريك عدنان بالشغل. اي لكان سليمان بيشارك. اي صحيح، انا ما عندي اي شراكه معهم. مستحيل، لانه مده تقديم الطلبات خلصت. مين مشارك غير شركة عدنان أوغلو كمان؟ هلأ الأسماء كلها معي هون، تفضل. معناها أنت يا سليمان تقنع واحد من هالأسماء هاي لازم يكون بالمزاد بكرة. ماشي يا أخي بتأمر. هلأ أنت بشو جاي تحققي هون هالمرة؟ أنا مو جاي أحقق، بس حبيت أجي على الحي لشوف الأسعار. أنت تركي الشغل الميداني إلنا، حتى إذا حابة تشمي هوا هون تعي على المكتب، اشربي شاي وبعدين روحي. جاي على المكتب بس مو مشان اشرب شاي هنيك. دوري ما رح يكون بس وقع على الوراق من اليوم ورايح. ديلا، ما بظن إنه عدنان رح يرضى بهذا الشيء، قصدي جيتك كل شوي على هذا الحي. السبب؟ السبب؟ الغراب. تعرفي إنه هالمكان إله. مو هاد دكان كمان؟ تعال نفوت عليه. لا روحي ما بقدر، عندي شغل كتير بالمكتب. منيح علي، روح لكن إذا بدك، بس خلص بتصل فيك. ايه يلا انتبهي. رح ندير الشغل بالحي من المكتب الميداني نيابة عن الشركة. يعني أنا رح داوم هون يعني؟ طبعا لا تقلق، السيد عدنان أمن لك كل شيء لتعرف تشتغل، وفريقك قوي هون. يا هيك الشغل يا بلا. وهذا المكتب لك، فوت تتفرج. أنت شو يلي جابك؟ أوه ولا شيء، أنا صار شغلي هون. شو عم تخبص يا ولد؟ عدنان أوغلو سلمني إدارة المكتب بالحي، يعني رح نشتغل سوا. وبالأحرى أنت رح تشتغل تحت أمرتي. بالظاهر شربان شي وبلشت الدوخة معك. ها؟ من كل عقلك عدنان بده يسلم هيك شغل لواحد مثلك؟ والله سلمني، وفيك تروح تسأله. رح تشتغل تحت أمرتي علي.
إذا بدك تفضل وإذا لا على راحتك. ولك حميد الله انك بالمكتب، والا كنت. ايه اتصل اتاكد. شكلك عرفت عقابك يا علي. النسر هو العقاب؟ مو قلت لك رح تدفع ثمن غالي لتحريض الغراب ضدي وتوجيهه علي؟ انت كيف بتسلم إدارة مكتب المشروع لواحد كان يصلح سياراتنا بورشته؟ هو يلي طلب هيك يكون بالواجهة. وطبعا انت بدك تضل تشتغل مع النسر. رح تشتغل ولا لا علي؟ منيح. في شي تاني؟ نوب. لسه ما شفت شي يا علي، لأني رح أخذ كل شي منك حتى حياتك. علي علي، لك شو عم تعملوا؟ لك خلص علي، لك شو صار لك أنت وياش جريتوا؟ اهدى يا أستاذ، خلص هذا اللي صار كتير عيب. اهدى علي، اهدى بقى، خلص اهدى. شو الموضوع؟ سألي إله. بدي أسمعك بالأول. اسمعي لك، عدنان حط النسر مدير مكتب الشركة اللي بالحي، شو رأيك؟ تفضل خلينا نفوت. حاولني. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. بجوز ما يعجبك حكي هالشي، ممكن إذا رح تكون ديلة هي الموضوع. تفضل. عدنان بيك، حضرتك قلت لي قدم طلب مشان تحديد موعد العرس، ايمتى بتحب قدم الطلب؟ بسأل ديلا بالأول وأنا بخبرك، ممكن؟ أكيد. تشربي شاي؟ لا يسلم، مو جاي عبالي. أنا اليوم رح أتزوج المرأة اللي بحبها وأسس عيلة تحمل اسم كورو أوغلو. تصرفي وكأنه فرحانة كرمالي. أنت أقنعت حالك بكذبة خطيرة. أنا ما فيني أكون مثلك. أنت الفرح ما بيلبق لك. تركي القصة تمشي بقى، ريحي حالك. وقتها قلت لي احتفظي فيها، وإذا إجا يوم ونسيتها رجعي لي إياها كمان. بتفهم إنك حاببها ديلا، نسيتك كتير حقايق، بس أنا مستحيل أنسى. صح أنا ما بكون أمك، بس كافحت كتير لتقدر تكمل حياتك، ولما مات بهرامه على أساس خلص كل شي طلع الغراب ببوشك، والغراب أقوى من جده. مو خايف منه ولا من سرها رصاصة. أي وإذا دري؟ مستحيل يدرى. عم قول إذا دري. لك إذا عرف إنه أنت الشخص يلي كان جنب أبوه بلحظاته الأخيرة شو رح يصير؟ أكيد وقتها بده يعرف باقي القصة. أنت مكبرة الموضوع. طول ما ديلا موجودة بحياتك الغراب رح يكون، لأنه هو رح يضل ينبش بكل شي بخصك. شو مفكر رح يتخلى عن ديلا بهالسهولة؟ وأنا ما رح أتخلى. وقت أخذتها على المشفى كان ديلا منتهية وعم تموت. ما استسلمت، ضليت بالعناية المشددة لأسابيع، ما تخليت عنا. لما فتحت ديلا عيونها كانت مدمرة وما استغنيت عنا. بدك ياني بعد كل هالشي استسلم؟
مستحيل. اتركها للغراب. أنا خليني أمشي. الله معك. ألو؟ إيه نعم. تمام. تمام شكرا. في شيء؟ بعد ما فتحوا قبر أبوك، قارنوا الحمض النووي تبع أبوك بالعينات اللي أخذوها منك. حلو. وبكرة الظهر رح تطلع النتيجة. مضمونة مو هيك؟ يعني ما في لا حيل ولا شيء. أكيد، لأن بإشراف الطب الشرعي. بكرة بمثل هالوقت بتعرف الحقيقة المتعلقة بأبوك. عذبتك ولا يهمك. الله معك. معلم السدالة بيلقين بالحي، شافت اصحاب الدكاكين والبيوت اللي رح ينباعوا بالمزاد. وين هلا؟ بمكتب المشروع. لسه حدا جاي وحدا رايح. اخي لا تفور بسرعة هيك، يعني بركي جاي بنية خير. شو الخير اللي بده يجي من اصحاب هالشركة؟ رجع سليمان، طالع الولاد بسرعة. يا ولاد اطلعوا اسرعوا، الكل لبرا، يلا تحركوا الكل لبرا بسرعة. لا تتصفن الكود بسرعة. يلا 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 تحركوا، يلا بسرعة، يلا تعوا لهون الكل بسرعة، يلا بسرعة. جوليا بسرعة، يلا بسرعة. خلاص تمام اهدي. تعال حالي. شوفي من هون. يلا يلا لا يلا تعال معي. لك استعجلي، لا تضل هون، لك يلا تعال. جوليا هسه، جوليا انا بورجيكم. هات السيارة بسرعة فورا. جوليا هو خدش صغير، ما في داعي للمشفى، أنا بضمده. خلي الدكتور يشوفه بيكون أحسن. يلا افتح الباب بسرعة. جيب لي اللي عملوا هيك سليمان. حاضر. واحد واحد.
مجروعة جوليا؟ مو كتير. تحملي، قربنا نوصل على المشفى. جوليا أوف. أمي يا روحي، أهلا وسهلا. شو بوشك؟ فيك شي أمي؟ لك هجموا على القهوة، اركضوا. الغراب وينه أبني؟ أنسى، جوليا تصوبت، هو أخذها على المشفى. لشو الكرسي إذا أنا بقدر أقوم وأمشي؟ جوليا لو سمحتي هيك أحسن لك. كل شيء مشي مثل ما خططنا. كتير حلو، فيكي تعمليها. يلا. مو قدرانة، ما فيني حركهم. مو على كيفك، راح تحركيهم. هاي أنا معك. يلا لو سمحت إيديك. بس أنت مسكيني منيح. يلا وقف، وقف شوي. على مهلك، أنت لازم تبلشي من جديد. مو قدراني لو سمحت أختي، بس خطوة اليوم. ديلا أنا ما بدي إياكي هلأ غير إنك تخطي خطوة واحدة وبس، لو سمحتي. ممكن؟ يلا. إيه هيك، ها كتير منيح. ممكن تقربي لي الكرسي؟ حاضر. كتير منيح. عن جد مو قدراني عدنان. أنت مرة قوية ديلا. يلا. أنا لا قوية ولا شي، لكني مو قدراني أوقف لحالي، وفي مجرمين ملاحقيني. آخر خطوة، أنا هون ديلا، لا تخافي. يلا يلا. أنت ما بتستسلم بنوب يعني؟ إذا بتريدي خطوة فيك تمشي. يلا. هيك، ها. يا سلام عليك ديلا، كمان كمان. كتير منيح. خلص خلص، تعي تعي، بس بكفي بكفي اليوم. يلا تعي عدي. يلا ديلا ساعديني، عدي لشوف، عدي عدي، اليوم بكفي. برافو عليكي. برافو برافو. مي وفي عصير بردقان. حابب اسألك سؤال ديلا. الغراب عم يدور عليكي بكل مكان، بدك يوصل لك؟ ما بدي. لأني ما عاد بدي بحياتي سلاح وموت وانتقام، حتى العلاقات ولا شي منهم. طيب وإذا ترك سلاح؟
مستحيل يتركه، كن متأكد. بدي الغراب جبجي على طول يكون حامل سلاحه على خصره أو بين إيديه. شدد الحراسة على القهوة والبيت سليمان، خلي الشباب منتبهين لحتى نعرف من وراء الحادثة هاي. ماشي؟ أنا ما فهمت كيف صار هيك معي، ما لقيت إلا شي مرق من جنبي وخدش لي رجلي. بتوقع رصاصة. شو عم تقول دكتور؟ مو معقول، مو ناقصني غير الشرطة وأسئلتهم. أصلا مديري تفكيره صعب، إذا ديري فورا بيقلعني وبيقلي روحي على البيت. من غير شيء إلي سنة بلا شغل، عائلتي بحاجة هالمصروف. عليك العافية. يسلم. كيف صرتي؟ أحسن. والله شو ما بتقولي الحق معك، وأنا كتير خجلان منك، وإذا ما بدك ترجعي على الحي بتفهمك. معقول هالحكي؟ طبعاً رح أرجع. رح ترجعي؟ اليوم ما خفتي من اللي صار؟ هو أنا خفت، بس وقت شفتك ماسكني وواقف جنبي هيك، يعني يمكن تقول إنه حكي بيضحك، بس أنا حسيت حالي بأمان. مو من زمان بعرفك، بس بعرف إنه أنت منيح. ليش هاد السلاح؟ أنا مجبور أحمل سلاح عطول. أنا مبسوطة بالشغل معك غراب. نتصل بأمك؟ لا ما في لزوم. وما رح تقلي لها؟ يعني لو ما تعرف أحسن، بعدين هي مسافرة معنا بالبيت. بدبر حالي. عن جد هي أمك بنت حلال. لا غراب لو سمحت لا ترد عليها، هلأ بترتاب وبتجي. لو سمحت خلص لا ترد. أصلا سكرت. دكتور قال فيك تطلعي بس يخلص السيروم، في شوية أوراق لازم تعملوها. أنا رح أعمل الأوراق. هويتك معك؟ لا ضلت شنطايتي بالحارة. رح خليهم يجيبوها دغري. بس يمكن نسيت هويتي بالبيت. طالما بالبيت بركي بيمشي الحال باسمك وكنيتك. آدم أوغلو ما؟ إيه صح. أنا ما بطول. جوليا طمنيني. انت شو يلي جابك؟ هلا خبريني، انت منيحه؟ بسرعه جاوبيني. منيحه يعني كله خدش صغير ديلا. خدش صغير؟ لك انت كنتي جوات اشتباك، مستوعبه هالشي جوليا؟ لو سمحتي ما بدي اليوم احكي بهالموضوع، يلا روحي وتركيني بحالي بقى. انت غبيه شي؟ جنيتي ما هيك؟ شوفي حالتك كيف؟ لك شو كان صار لو هالرصاصه بدل ما تخدشك موتتك؟ بس ما موتتني. بس على طول حياة الغراب هيك شكلها، كلها أسلحة وموت وقتل ورصاص وإصابات. وقت كنت قلك بعدي عنه كان قصدي قلك عن هذا الوضع. ماني مثلك ديلا. كيف؟ وبعرفه للغراب كتير منيح، ولأني بعرف أنا جنبه. أصلاً هذا أكبر فرق بيننا. أنت مو متقبل الغراب بسلاحه. إيه بس أنا قبلته وهو هيك، حتى قبلاني بسلاحه. وأنا متأكدة إنك معتبرة إنه هالحكي رومانسي كتير، بس صدقيني لما بتعيشي وبتشوفي السلاح شو ممكن يعمل رح تندمي جوليا. رح أندم؟ يمكن يكون معك حق، أنا بحبه للغراب. لا تجنيني. لا تخليني اندم لاني ما قلت لعدنان ولا لامك. ولا تعملي هالشي كمان، اذا بتقولي ما رح تستفيدي شي غير انك تحرضي عدنان بس. كانك عم تهدديني مو؟ انا ما عم هددك بيلي عم احكيه بنوب،
بس إذا عرف إنه أنا قريبة من الغراب وقت القيامة بتقوم ديلا، حتى أنتي ما فيك توقفي. أنتي رح تدمري مستقبلك معه. الغراب رح يضيعك جوات عالم الظلام جوليا. لك أنتي شو عم تحكي عني آه؟ أنا إيه؟ كأنكم بتعرفوا بعض مو؟ إيه بلا، نحن أصدقاء تعرفنا على بعض بعد العشاء عندكم، ولما شافتني حبت تطمن علي. لحقتينا لكان؟ لحقتكم. إيه الحق علي اللي إجيت لهون. ديلا ديلا استني. عن مين عم تتحري؟ عن خالة عدنان كورو أوغلو، نيشة كورال غازي، بس ما في على الانترنت ولا معلومة عنا. ليش بدك معلومات عنا؟ ليش عم تسأل فرات؟ أنا بعرف وين ساكنة هالمخلوقة، بساعدك إذا بدك. جد عم تحكي؟ احكي. بالأول قليلي ليش بدك معلومات عنا؟ لأنه هي في عندها رسالة بتخصنا. العنوان. رسالة. شكراً. بس عيب عليك تعمل هالشي، وثقت بكلامك. يلا نروح لكان. تحركي. تمام. وأنا فكرت إنك. شو فكرتي؟ يلا منحكي على الطريق أحسن. باي يا شباب. ديلا استني شوي. تريك إيدي. أنت من وين بتعرفيها؟ شو دخلك؟ ليش لا تقولي الحق علي لأنه أجيت؟ لأنه الحق علي اللي إجيت لهون. بدك جملة تكون أوضح؟ أنت ليه متضايقة هيك؟ احكي شو قصتك ديلا؟ لك أنا ما بيهمني هاي البنت مين بتكون. كان ممكن تموت بسببك، ما فكرت بهذا الشيء؟ لك أنا ما رفعت سلاحي بوش حدا، هني هجموا علينا. لأنه كل شغلك خارج عن القانون. هذا مو صحيح ديلا. بس اليوم شفت بعيوني وهالشي بيكفي. وفي شي مانك شايفتي؟ بتعرفي أنت كم واحد لحقني هلأ بس لأني قتلت بهرام إدفار؟ لسا كل ما شفتيني بتقولي ظلام وسلاح. أنا لو بدي أكون بهالعالم كنت أخذت كل ورثة جدي بدون تعب. مو مزبوط، لأنه لما رفضت الورثة أسست نظام أنظف وتخبيت تحته. على أساس أنت هربتي مني لعند رجال نظيف مو هيك ديلا؟ إيه تزوجي لتشوفي أنه أنا أنظف منه. بس أنا بعرف اللي عم بعمله. ولهيك كل ما رحت على محل بلاقيكي قدامي؟ انتي بدك تتزوجي هالزلمة لتنتقمي مني ديلا؟ لا مو مزبوط هالحكي. غراب. بنتي انتي مو خلص انخطبتي؟ شو هاد لعبة؟ امي الموضوع مو هيك خالي. لو سمحتي بعدي عن ابني الغراب. امي خلاص. لسه ما خلصت حكي. صدقيني مو قدرانة جادل ولا احكي ولا كلمة. وانا كمان. أنا حالتي ما بتسمح لي شوف ابني موجوع. إذا بتريدي روحي وتركي ابني بحاله. لو إلي شوية معزة عندك اترك ديلا بحاله وانساها بقى. ليك لو بدي إياك ما كانت انخطبت لهداك. الله يهديك ابني. جوليا على اليسار أول أوضة. شو فيها؟ أخ
اخي لا تواخذني، غصبتني الخاله انه جيبها معي. طيب لشو اجت الست ديلا؟ والله ما بعرف لشو اخي. الانتحار اثر على عقلها مبين هالشي. بترجاك خليك متمسك فيها ولا تتركها. انتو بتحبوا بعضكم، روح ورجع الست ديلا قبل ما يجي هداك ويتزوجها. بترجاك هالشي صار كتير صعب. وقت قلت لها لا تطلعي من هالباب طلعت خلاص. لك يا اخي قلي شو صار معك، عرفت لمين تابعين؟ لقطنا واحد منهم، رح نخليه يقول شو القصة، لا تقلق ابدا. من زمان ما صار هيك شيء، عرف لي مين اللي ورا هالقصة يا سليمان. معقول شركاء بهرام وراها؟ ما بعرف اذا هن. لازم نعرف مين سليمان، والا رح نكون مو قدرانين نحمي حالنا بعد هيك. لازم نقدم طلب للعرس، أي يوم بتفضلي؟ دريتي بالنسر؟ ليش سلمتوا الشغل؟ ضروري ابني سد لأخوه وبناته. ممكن إنه هالشي يستفز الغراب كتير، بتعرف ما هيك؟ ما كتير مهتم. أنا مهتمة، لأنه إذا النسر بيكون موجود جنبك وقت الغراب رح يضل جوات حياتنا عدنان. لا مو هيك ديلا، طالما أنت رح تكوني موجودة عطول بحياتي الغراب جبجي رح يضل هيك عم بيحوم حوالينا وما يهدى. كان ممكن يكون الغراب جبجي بالسجن لأنه قتل جده هنيك، ويمكن يكون هلأ بالقبر أو بالمشرحة، لأنه رجال بهرام إدفار ما تركوه بحاله ولساتهم لهلأ عم بيلاحقوه. بس تركته يعيش لأنه وعدتك بهالشي. أنت بمثابة ميلاد جديد إلي، قلتلك أي شي ما بيعجبك بحياتي بلغيه فورا وما بستثني أي شي، وأنا ملتزم بهالكلام. هي بس الغراب مفكر حاله إنه رح يقدر يمنعني من إني أتزوجك مشان ترجعي له، وإنه رح يقدر يفشل مشروع كتير كبير مثل هالمشروع. إذا كان عنده مشكلة برأيي صار لازم يخاطب حدا قريب أو من مستواه. لهيك أخوه النسر كان الأنسب. طيب مو خايف منه؟ يعني إنه يحتك بعيلتك لأنك وجهت النسر عليه؟ الغربان أذكياء، مستحيل يغلطوا هيك غلطة. خلص أنا بروح على البيت، لا تعذبي حالك. معقول بنتي نتركك تروحي لحالك؟ بعدين أمك مانا بالبيت، مستحيل أتركك بهالحالة. غراب رح ناخدها لعنا. طيب خالة مريم ما في لزوم، لا تحرجيني. ما بدي أي اعتراض، يلا طلعي بالسيارة. تعي يلا. متأكد من العنوان؟ ايه متأكد. كيف عرفته؟ وضع هالناس غامض، أكيد هالموضوع ما كان سهل. هذا سر. اللي فيك شي؟ يعني شو بده يكون فيني بوجودك؟ راجع. لوين؟ رايحة أعرف عن حالي. شوفي أنا أخته للغراب جبجي،
انت بتعرفي مين بكون، اجيتي على بيتنا لتزوري امي. اي خير؟ انا بدي الرساله يلي قريتيها لامي. انا اذا بدي اقريها رساله مثل ما عم تقولي مستحيل ما تقلكن، اكيد بتكوني غلطانه. بس بدي اعرف يلي كان مكتوب بهي الرساله ويلي خلى امي تدوخ. عن اذنك. رح اعرف اللي مخبينه. لا تقولي مدام. ايه شو قالت؟ ما رضيت تقول اي شيء. خدي بنتي البسي هي مغسولة ونظيفة، هي لبنتي البسيها مشان ترتاحي. شكراً كتير خالة مريم، الحقيقة أنا عزبتك معي اليوم. شو هالحكي بنتي، المهم ما صار لك شيء، ألف الحمد لله. ليكي إذا بدك شيء ناديلي ولا تضغطي على رجلي. طيب شكراً كتير خالة، ارتاحي ليصير الأكل. ألو أمي؟ جوليا وين كنتي؟ اتصلت فيك كتير وما كنت تردي. بالسينما. ايه وهلأ؟ عند مروة. مين مروة؟ شو الموضوع تحقيقي يعني؟ لا ما عم حقق، أي حدا بيطمن عن بنته. طيب لا تاكلي همي، يمكن ضل عندها وبطمنك كل شوي. ضلي طمنيني. جوليا ما هيك؟ ايه اليوم رح تنام عند رفيقتها، ما رح تجي لهون. صباح الخير. رؤيا ابني لا تخاف، اصلا اكلتي اللي فيه النصيب هو سؤال، وانت مثل الشاطر رح تحكي الصدق وبعدين بتحمل حالك وبتروح على بيتك. شو اتفقنا؟ مين اللي بعتكن على القهوة؟ قول من هو ولاد؟ قول! جودة الأشهر! أكيد جودة ما عنده الجرأة ليهجم علي من حاله، في شخص دافش ومبينه. مين هالشخص؟ هلأ منعرف. جايين معك! خلوكم بمكانكم، ما بدي اشوفكم حاملين شي غير الألم. هذا عن جد طلع حقير. شو هاد؟ على مين متكل جودات؟ آه يلا يا شباب. ولك شو قلت لك؟ قلت ألم ما هيك؟ ما فاتت براسنا نتركك تروح لحالك. رجعوا على القهوة يلا. يا معلم هن هجموا علينا، لازم يدفعوا الثمن. ولك بلا ما كسر الخشب على روسكن، رجعوا على القهوة، خدهم خليك معهم، يلا على القهوة. ماشي، يلا شباب، امشوا. يلا. والله الشباب معهم حق. بالأول لازم نرد على هالأندال باللغة اللي بيفهموها يا أخي. منرد لا تقلق سليمان، بس أول شي لازم نعرف مين اللي دعمه لجودة بهالزلم. تعال